ماذا يحدث عندما يعرف النرجسي أنه قد فقدك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم نعمان زريوح في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف يكشف عن ردة فعل النرجسي عندما تبتعدين، عندما يعي، عندما يستوعب أنك لم تعودي ملكه. قبل البدء لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، وبطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي. بعد أن تكتشفي حقيقة النرجسي، أن تزيلي عنه القناع، فأنت تبتعدين. نعم هذا صعب، ولكن مع الوقت مع الإصرار فأنت تنجحين فعلا في قطع الاتصال عن هذا الخبيث والاستقلال بذاتك لكي تبدأ حياتك من جديد. ولكن ما الذي يحدث في الطرف الآخر، أي طرف النرجسي؟ ما الذي يحس به؟ ما الذي يجول في ذهنه عندما يكتشف أنه قد فقدك للأبد؟ النرجسي كما نعلم لا يستطيع أن يعيش وحيدا، هو متعلق بك. نعم إنه تعلق مرضي، هو أيضا يتعلق بك لأن داخله فارغ، لأنه لا يستطيع أن يرى في المرآة، لأنه يحتاج لوقود هو يستمده منك، لأنك ضحيته الرئيسية. ولكن عندما تبتعدين فهو يواجه الوحدة، وهذا لا يستطيع تقبله. لذلك فهذا الحقير أول ما يفعله هو أنه يتجاهلك. نعم يتجاهلك عمدا لكي يجربك، لكي يمتحنك، لكي يرى مدى تعلقك به، لأنه يعتقد بل هو متأكد أنك سوف تعودين. وهنا سوف ينتقل مباشرة لكي يبحث عن ضحايا أخرى. نحن نعلم أختي العزيزة أنه قد مهد الطريق، لأنه ولو كان في علاقة معك فهو كان يخونك، ولو لم يكن ذلك جسديا ولكن رقميا على الانترنت، فهو كان يتحدث مع ضحايا أخريات لكي يمهد الطريق حتى يقفز إليهن. وهكذا فبالفعل سوف ينتقل بسرعة لكي يقتنص ضحايا أخريات، ولو أنهن سوف يكن ضحايا مؤقتات ثانويات، ولكن إذا لم تعودي فهو سوف يختار منهن من سوف تكون ضحيته الرئيسية التي سوف تعوضك. أختي العزيزة، النرجسي لا يكتفي بهذا، بل سوف يقفز مباشرة لكي يشوه سمعتك أمام عائلتك، عائلته، في العمل إلى آخره. سوف يظهر على أنه ضحية وعلى أنك المسؤولة المذنبة الخائنة التي حطمت هذه الأسرة السعيدة بين قوسين. ألم يحدث لك هذا أختي العزيزة؟ أذكرك أنني دائما أنتظر تعليقك أسفل هذا الفيديو. خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. النرجسي هكذا سوف يلطخ صورتك لكي يظهر بصورة الملاك، حتى يمهد الطريق لنفسه لكي يسترجعك، لكي تعودي إليه، لأنه سوف يستعين بأعوانه. وقد تكون عائلتك أختي العزيزة وأقرب مقربيك من هؤلاء الأعوان. فحذاري أختي العزيزة، لأنك قد تواجهين الصعوبات لإقناع الآخرين بأن قرارك بالابتعاد عنه هو القرار الصواب. النرجسي الخبيث بعد أن يجرب هذه المحاولات فهو سوف ينتظر ردة فعلك، هو ينتظر أن تعودي، ينتظر أن تخضعي، لأنه متأكد أنك سوف تشتاقين إليه. ولكن هذا لن يحدث، لأنك الآن محصنة عاطفيا، لأنك مقتنعة بقرارك. فما الذي سوف يفعله هذا الخبيث؟ هنا سوف يغضب غضبا شديدا، سوف يصاب بالصرع النرجسي الذي تحدثنا عنه بطبيعة الحال في فيديوهات سابقة. وهنا سوف يبحث عنك بجميع الطرق، حتى ولو كنت قد حضرتيه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الهاتف إلى آخره،
فهو سوف يبحث عنك، سوف يجدك لكي يفرغ عليك ذلك الغضب. بطبيعة الحال قد يستعمل الإغراء قصف الحب من جديد لكي يستعيدك، ولكن إذا لم تنجح هذه الخطة فهو سوف يبتزك، سوف يهددك، وقد يستعمل العنف الجسدي. هنا أختي العزيزة عليك أن تكوني صارمة وأن تضعي حدودا، لأنه إذا تخطاها فهذا يعد انتهاكا وقد تقاضينه. بسبب ذلك أؤكد على هذه النقطة المحورية، أي وضع حدود، حدود إياك أن تسمحي له بتخطيها، لأنه إذا تخطى هذه الحدود فسيسهل عليه التلاعب بك من جديد، لأنه يعرف نقط ضعفك، يعرف من أين تؤكل كتفك بين قوسين، وهكذا فسوف تقعين من جديد في مصيدته، وسوف ترجعين لدائرة الاستغلال النرجسي. ونحن نعلم أختي العزيزة الدمار، العذاب الذي ينتج عن السقوط في هذه المصيدة، في هذا المستنقع. النرجسي عندما يتأكد أنه قد فقدك للأبد، أن جميع هذه المحاولات لم تجدي نفعا، فسوف يجن جنونه، لأنه لا يستطيع أن يتحمل رؤيتك مستقلة سعيدة وناجحة، لأنه دائما يراقبك من بعيد، هو دائما يراقب خطواتك، وهو يخاف أن تستعيدي حياتك، أن تنجحي، أن تتألقي. لذلك فدائما ما أؤكد على هذه الفكرة، أي أن تنجحي، لأن نجاحك هو أكبر انتقام لك من النرجسي، هذا يحطمه للأبد، تذكري هذا أختي العزيزة. هنا عندما يفقد النرجسي أمله في استعادتك، فقد تكون آخر ردة فعله هو أن يحظرك نهائيا، لأن لديه كرامة بين قوسين، لأن غروره، لأن أنانيته، لأن نرجسيته لا تسمح له بأن يتخيل أنك قد رميتيه، أنك قد تخليت عنه كما يتخلى عنك هو في مرحلة الازدراء، وقد يحظرك للأبد حتى ولو كان لديك أطفال. نعم هناك العديد من التجارب لضحايا النرجسيين، قد تخلى عنهن هذا الخبيث بصفة نهائية، وتخلى أيضا عن أطفاله. أريدك أختي العزيزة إن كنت قد وقعت في هذا الموقف أن تحكي لي ذلك في التعليق أسفل هذا الفيديو. أنا أذكر بطبيعة الحال أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية، فقط للتبسيط، إذا كنت رجلا فما عليك سوى قلب الأدوار. أختي العزيزة عليك أن تعلمي أن هذه الخطوة، أي خطوة الانفصال نهائيا وقطع الاتصال، بل والصمود في موقفك، هي خطوة حاسمة، خطوة لن تندمي عليها أبدا، لأنها ستمهد لك الطريق لكي تستعيدي حياتك وحريتك. والنرجسي الخبيث لن يجد أي ملاذ آخر سوى البحث عن ضحايا أخريات لكي يعيد معهن دائرة التلاعب من جديد. تذكري أن النرجسي لا يستطيع أن يكون سعيدا، هو يحس دائما بالحسد، بالكره، بالحقد، أحاسيسه دائما سلبية. عندما تبتعدين عنه فأنت بهذا تبدأين أول خطوة نحو النجاح والسعادة. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. في الوصف سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية، ورابط موقعي الإلكتروني بطبيعة الحال أسفل هذا الفيديو في خانة الوصف. هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.